ما تبناش فقط للعبادة، تبنى أيضا لإبهار أي زائر يزوره. مرحبا بكم في المسجد العظيم اللي صراحة واحد التحفة. نجد نوريكم واحد التحفة اللي إسبانيا كتمتع بها واللي الناس كيعتبروها كيعبروا عليها بأنها كنز من الكنوز اللي كتحتوي عليها إسبانيا. هاد الجمع هذا تدار باش يبهر بصراحة الله داكشي اللي كان، وأنه بهر الناس بزاف لحد الساعة. باقي الآن كيجيو زوار من جميع أنحاء العام باش يشوفوا هذا الجامع، لأنه كيحتوي على واحد الفن من البناء والفنان الفن في الزخرفة اللي ما تلقاش في شي بلاصة أخرى. وتم البناء ديالو عن طريق عبد الرحمن الأول، وكملوا عبد الرحمن الأوسط بحيث أنه جعلوا أنه تكون فيه 125 متر على 180 متر. هي كيف كتشوفوا معايا هذا البلاصة اللي نوريكم دابا، من بين المآثر اللي خلاو الرومانيين هاد الشيء، هذا من بين المآثر اللي خلاو الرومان، بحيث انه تحت من الجامع كيقولوا على انه كان واحد المعبد تحت من الجامع. حاليا دابا ما قادرينش هما يقيسوا الجامع ولا يحفروا بزاف من تحت، الله يرزق طايح هاد الشيء هذا كامل ويقولوا ضاربين كل شيء في زيرو. اخوان كيف كتشوفوا معايا دابا البلاصه اللي فيها دابا حاليا هي فين كان الامام كيصلي بالناس، هي هذه البلاصه اللي غتشوفوا دابا من النور، هي البلاصه اللي كانت يكون الامام ديال المسجد كيجي يصلي بالناس. صراحه هذا المكان اللي هو جميل جدا، في واحد الزخرفه واعره، يعني الحاجه الوحيده اللي كتحز في النفس هنايا هو داك التغيير اللي داروا في الجامع وكثروا فيه كاع الاشياء اللي كتعلق بالمسيحيه هنايا. هذا هو من الاشياء اللي كتزعج وما زعجتنيش انا شخصيا اكثر ما زعجت اصلا اخوان. الجامع كيحتوي على 800 عمود، هما هاد الاعمده اللي كوقف عليهم الجامع كيحتوي على 800 واحد، اكثر من 8 يمكن الطول ديالو ديال المساحه ما بين الارض والسقف 10 ديال الامتار، باش تعرفوا يعني طبيعه ديال كيفاش كانوا الناس تقريبا، كيف كانوا تبارك الله مطورين، كيف كان عندهم واحد الدرجه ديال العلم اللي هي مطوره خلاتهم انهم يديروا كاع هادشي اللي كنشوفوا بالزخرفه. كيف قلت لكم هذا الجامع هذا تدار باش انه يبهر، وصراحه بحق لحد الان كيبهر من بين الاشياء ديالو اللي ما كتوصفش، هو انه الايكونومي ديال المدينه كاملها كتوقف على هذا الجامع. هذا الجامع هذا كيجيب الناس من اغلب الدول باش يجيو يشوفوا، يعني المدينه كامله التوريزم ديالها واقف على هذا الجامع. هذا اللي كيحز في النفس هو فاش كنجيو نشوفوا داك الصراع الديانات اللي كي صراحه كيتوشي يعني. وهذا الجامع دابا حاليا يعني كاع البلايص اللي كاينين فيه قبضوهم وبقاو كيديروا فيهم اماكن للمسيحيين وهذا الشيء هذا. وواحد الحاجه اللي هما اصلا الناس اللي هنايا في اسبانيا ما عجبهمش الحال، علاش؟ لانه قالوا علاش انه نقدروا علاش يجيو المسيحيين ويديروا كنيسه ديالهم في وسط الجامع، بحيث انه هذيك الكنيسه نقدروا نديروها في اي بلاصه. يعني هذه من بين الاشياء اللي صراحه كتفسر حاجه واحده اللي هي صراع الديانات، اللي جميع الديانات كيديروا هذا الشيء باش نكونوا متفقين، ماشي باش نقولوا المسيحيين خايبين ولا المسلمين زوينين. هذا الشيء هذا كاين في جميع الديانات، يعني يقدروا يمشيو لاي دوله في العالم، نقدروا نمشيو للمغرب وغادي نلقاو على انه في المغرب كاين بزاف ديال الكنائس اللي عطيناهم الجامع. وهذه من بين الاشياء اللي كتحزن، لانه هذا صراع الديانات باقي حتى الان باقي ما قدرناش نتجاوزو لحد الساعه. Llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento.
Córdoba es la mezquita que llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. هذه هي وبعض الكلمات اللي خديت من واحد اغنيه اللي يقدموها واحد العديد من الفنانين اللي هما مشهورين في اسبانيا للمسجد وفي مساهمه في تحسيس الازمات اللي كان كيتعرض لها اللي كانت تتعرض لها المسجد انا ذاك في ذاك الزمان. فمن قبل نشرح لكم اشنا هما الكلمات شنو كيعنيو. فهي كيقولوا في كلمات ديال الاغنيه انه راه قرطبة هي المسجد اللي عندنا في الداخل ديال القلب ديالنا وغادي نتقاتل عليها حتى لاخر نفس. اللي هي كلمات كيعبروا بها على الانتهاكات اللي تعرض على اللي تعرض لها المسجد انا ذاك. فالقصه وما فيها وهو انه نرجع بكم للتاريخ للوراء. المسلمين كيف كتعرفوا الكثير من الناس اللي كانوا متبعين معايا الفيديوهات من الاول كانوا محاكمين ديك ساعه اسبانيا والبرتغال ما يفوق حتى 750 سنه. السبب وراء انه فقدوا السيطره ديالهم على هذوك الاماكن ورجعوا في حالاتهم وانه كانوا عندهم واحد كثير من الاشياء اللي كانوا كتوقع بيناتهم اللي هي حروب ونزاعات سياسيه وكثير من الاشياء يعني وتخابط في الافكار وكل واحد كيدبز على انه ياخذ السلطه. هذا هو من بين الاشياء اللي خفض من القوه ديالهم وعطى واحد الفرصه للمسيحيين انذاك انهم يسترجعوا القوه ديالهم ويديروا واحد الحرب اللي ديك الساعات سميت هذيك الحرب استرداد حروب الاسترداد اللي استرجعوا بها الاراضي ديالهم وجراو على المسلمين من الاماكن ديالهم. ففي القرن 16 الكنيسه اولا المسيحيين كيستولوا على المسجد لحسن الحظ انهم ريبوش المسجد وخلوه كما هو. ولكن مع مرور السنين كتجيهم واحد الفكره انهم كيديروا واحد الكنيسه داخل المسجد من الداخل. الامر اللي هو زعج كثير من الناس ولكن تجاوزوه وقع اللي وقع وداروا كنيسه من الداخل. فالكنيسه دازت من ثلاث مراحل غنعاودهم لكم اللي هي اول حاجه مسكيتا دي كوردوبا وكاينه مسكيتا كاتدرال دي كوردوبا وكاينه كاتدران مسكيتا دي كوردوبا. هادو هما ثلاث مراحل اللي دازت عليهم المسجد اللي هي المرحله الاولى في عهد المسلمين ومن بعد كان سميتو غير مسجد قرطبه. من بعد فاش المسيحيين جاو بناو كنيسه داخل المسجد انه زادوا كلمات كاتدرال في وسط الجمله ولكن كان الوسط يعني مسكيتا كاتدرال دي كوردوبا. فمن بعد 2 مارس 2006 الكنيسه كتمشي كتدخل يعني المسجد ضمن الممتلكات ديالها ويقال على انه شرات 30 ديال الاورو الشيء اللي وغضب الكثير من الناس واللي خلى واحد رد افعال اللي هو حاليا الى يومنا هذا من داك الحين الى هذا الناس كتطلب انه يكون شي حل باش انه يسترجعوا الجامع ويكون ملك من الممتلكات العامة ويكون ديال الدولة. لأنه حاليا جميع الموارد اللي كتدخل الجامع فهي كلها كتستغلنا غير الكنيسة بحيث أنه حاليا دابا باش تدخل الفرد باش يدخل وهي 11 أورو يعني باش كل شخص يدخل المسجد ويدخل ويشوف يعني داك المزج بين المسيحية والتراث الإسلامي والزخرفة الإسلامية في وسط الجامع. فمن بعد من المرحلة ديال 2006 الكنيسة ما كتحبسش هكا كتدوز واحد المدة وكيقرروا أنهم يحيدوا كلمة مسجد ويوضعوا فقط كاتدرال دي كوردوبا. الشيء اللي هو أثار الغضب ديال الكثير من الناس اللي هما داروا الكثير من المظاهرات ومن بينها الفرقة الموسيقية اللي خديت ليها الكلمات من الأغنية اللي وريتكم. لانه حتى هما داروا واحد الدور كبير وفعال باش انه يحسوا المجتمع على الاشياء اللي كانت كتمارس الكنيسه ديك الساعات في المجتمع ديالهم من طمس للهويه والكثير من الاشياء ومسح التاريخ والكثير من الاشياء. ديس دي لا كاديرال دي كوردوبا نوس هالومراي نوس عرفتي شنو تيقولوا دابا هنا في هذا يعني كيف تنقولوا داك طمس الهويه يعني شوف شنو كاتبين هنا يعني الضوء المشع من الكنيسه القردوبيه يعني ما عرفش. ففي 2013 الناس تقاتلوا بزاف حتى رجعوا كلمة مسجد لأن المسيحيين ديك الساعة تحيدوا كلمة مسجد وكانوا غير دايرين كاتدرال. فبالصراع ديالهم مع الكنيسة الكنيسة كتمتثل الأمر الواقع في الأخير وكترجع الكلمة ولكن كيولي سميتو كاتدرال مسكيتا. هنا يعني من وريت لكم بلي تقلبات الأسماء وتزاد. عندهم جوج ديال الويب سايت اللي هو واحد سميتو مسكيتا كاتدرال دي كوردوبا بونتو إسبانيا وواحد آخر سميتو غير كاتدرال بونتو إسبانيا اللي هي من بين الأشياء إثبات على هادشي اللي تنقول لكم. هادو من بين الأشياء اللي أنايا كنفسرها بحاجة وحدة اللي هي صراع الدينات اللي هو متواجد في الكثير من الأماكن فما بين المسيحيين والمسلمين وما بين اليهود والمسلمين يعني هذا شيء موجود. فأكثر حاجة باش نعرفه لكم هو اللي كيوقع دابا حاليا ما بين فلسطين وإسرائيل اللي إسرائيليين في الدماغ ديالهم تيقولوا بلي راه هذيك البقعة مكتوبة عندنا
يعني في الكتب المقدسة ديالهم أنهم ديالهم والآخرين يعني واحد واحد تخبط اللي واحد تخبط الكبير اللي هو كيفسر كثير من الأشياء اللي واحد نهار غادي الموضوع هذا خصني نديرو ديال سرعة التينات وما غاديش يكون فيه حتى شي غادي نديرو كما هو ما غاديش ندير ميموراعات كذا أو غادي نحطو النقط على الحروف اللي كاينه غادي تقال وكنتمنى أنه الناس تقبل الآراء لأنه هذا هو الواقع. كيف كتشوفوا معايا في الجامع دابا من الداخل الأغلبية ديال الأشياء ديالو دابا تحيدات ورجعوها تقريبا مسيحية 100%، يعني حولوا فيه بزاف حيدوا فيه بزاف وصراحة هذه من بين الأشياء اللي ما كتحسبش الديانات على كل ما نحسبها الديانة واحدة ولكن طريقة ديال صراع الديانات اللي بدنا نقول بأنه صراع الديانات. كيف كنشوفوا قاعد شيء اللي كنشوفوا هنايا فهو مسيحي 100%. زاد من بعد هذا المكان اللي كنت واجد فيه دابا حاليا هو الكنيسة اللي تدارت جديدة انا يا الفيديو ده ما كانش سهل عليا باش نصوره بحيث انني مشيت 4 ايام ومسافره لتمايا بغيت نوريكم جوج اماكن واحد المكان اللي هو كيعبر على ما كتمتع به المدينه من يعني من حضاره ومن زخرفه والكثير من الاشياء الساحره ديال المدينه وفي نفس الوقت ما وقع من مشاكل كثيره اللي هي ما بينها محكمه التفتيش والكثير من الاشياء. المهم فاش كان داك ضخم داك صراع الديانات وبحيث المسيحيين فاش كانوا رجعوا استولوا كانوا بغاو يحيدوا من المجتمع ديالهم اي واحد ما كيامنش بداكشي باش كيامنوا به هما. ولكن المشكل هو انه فاش مشيت سافرت النهار الاول مشيت سرحت عرفت شنو غنمشي ندير النهار الثاني ان فوا كان بدا التصوير كيف كتشوفوا معايا كيوقفت كيف كتشوفوا دابا انا في الداخل ديال الجامع. ففي هذا الفيديو هذا كيف شفتوني معطانيش واحد الاحساس زوين غير في ديك اللحظه ما تقبلت ولكن ملي تترجع الافكار ديالك مزيان كتعرف بلي راه الواقع والحياه هكا دايره وخصك تقبل هذاك الشيء لانه هو هذا هو العالم اللي كنعيشو حنايا. فمن بعد ما كتحبسش المشكل هنايا بحيث انه كيجيو كيوقفوني المره ولا كيقول لي ما عندكش الحق انك تصور رغم على انه داز واحد بحدايا كيصور وكيهضر بالكاميرا وجاي عندي انايا ما عادش نعتبره عنصريه ولكن ما عرفتش انا قالوا لي تصور وكل شيء ولكن ما عندكش الحق تهضر يعني تقول فيديو وكانهم عارفين اني كندير فيديو ليوتيوب او لا شي حاجه بحال هكا. انايا دخلت معاه في نقاش قلت لي ما عندكش الحق تحبسني وعندي الحق نصور بما انه هنايا ما كايناش شي لافته اللي هي ما كتمانيش على التصوير المسيحي ولا no se pueden hacer declaraciones, fotos y vídeos, lo que quieras, pero declaraciones y hechos no se pueden hacer, ¿vale? Hola. ¿Sí? ¿Sí? No puede grabar. ¿Por qué no se puede grabar, por favor? إخوان باش ندير لكم هذا الفيديو هذا تصارعت مع نفسي تصارعت مع الناس اللي هنايا تصارعت مع كل شيء باش ندير هذا الفيديو هذا ما كانش سهل لأنه فاش جيت حتى هذا الفيديو هذا راه هذا هو النهار الثاني تصور ضاع لي نهار باش نعاود ندير فيديو نصور داخل الجامع لانه فاش جيت في الاول وجيت مع الدراري صحابي جلسنا كنصوروا جاو حبسوني المره الاولى قلت لهم ما عندكمش الحق تحبسوني لانه في وسط الجامع ما كايناش ما يقدرش هما يكونترولوا هذا الشيء. انا عارف هما بغاو يكونترولوا باش يدخلوا منه الفلوس. ثاني حاجه كيف قلت لكم دبزت معاهم علاش ومشيت البارح وطلع لي الدم وما عجبنيش الحال وصورت صحه من عندهم قلت لهم ما عندكمش الحق تحبسوني لانه ما كاينش حتى شي واحد البلاكه اللي كتقدر تقول لي انا ممنوع عليك التصوير ما كاينش بما انه ما كاينش ما عندكش الحق تحبسني وانا داخل ومخلص واصلا في المسجد دابا نوريكم الفيديو تشوفوا كلشي على وجهكم على بوجهكم زعما بعينيكم يعني
وخلاني هذا الشيء هذا نزيد اصرار وقلت للدراري صحابي صحه غنرجع وغادي نصور ودابا كيشوف بيا وما هضروش معايا لانه عرفوني من البارح لانه متخاصم معاهم جو عندي شي خمسه جو عندي الاول رديته جا عندي الثاني رديته وبحيث خلوني انه نحس ما حسيتش باقي مزيان داك الفيديو اللي غنجيكم فيه انايا وجهي ضايحك وعجبني الحال وكان داكشي اللي كنوريكم عاجبني بدلوه ليا وما بدلو ليا الجو راسي ما بقاش عاجبني الحال وليت تخاصم مع ماشي تخاصم مع الدراري صحابي ولكن ما تلاقيتش معاهم النهار كامل ما تعشيتش معاهم ما درت معاهم والو انا اصلا صايم والصهد البارح والروينه ويجي هو يبقى يدير لك بحال هكا يعني طلع لي الدم فهمتي وهادشي اللي كان انا غير هادي بغيت نقولها لكم باش تكونوا عارفينها بلي درت لامبوسيبل يعني المستحيل باش انا نصور في هذا الشمع وصافي سلكتو جاو عندي وفي الخرجه الشاف ديالهم قال لي غير صور غير ما تحيدش الماسك ديالك قلت لي صافي ماشي مشكل وخلوني نصور فماشي مشكل ترى اللي ترى كنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو وهادشي اللي قدمت لكم يكون عجبكم وما كنتوش عارفينه وكنشكركم بزاف وتهلاو في راسكم باي باي تشاو تشاو شوفوا هاد السيربا برا سيما لا مسكيتا سميتا اللي لعبه بيها مرة ثانية. ايه ايه. محيدين سمية المسجد من المسجد ديرينا في بيرة. توبر كاوشي كومن نو؟ انا